الخبر هنا تشوفون نجوم؟ قلت لا والله يا جد ما نشوف، ما وش نجوم، ما اعرف وش نجوم. قال ولا تشوفون اي نجمة ولا، قلت ابد ولا نجمة، قاعد يصيح يبكي ويقرا من صور القران اللي فيها النجوم ويتفكر فيها ويبكي من خشيه الله. يعني هو يقول كيف انتم ما تشوفون خلق الله، كيف ما تتفكرون فيه؟ شوف وين نظرته، شوف وين وصل على الفطره، شوف وين وصلوا في مراحل الايمان. ما هو احنا نطالع على القمر اه شهاب يا رجال جد اللي راه جاي لما جيت انا ابكي تغير ابكي قد عمره تعدى 125 يمكن 130 بعد شايب ما عاد له شيء بغير عظام. ما صاد ساحر عظام الله يرحمه ان شاء الله. المهم يطلع عمره سلام ما جينا له يبكي يبكي ايش كان جد قال وجه قابل وجه ربي يبكي يا ضمي والله يوم الهول يبكي بغير يا ضمي والله يوم الهول لا اله الا الله والله ما والله سؤال شيء يعني ما في بيت على تعليق هذا يوم يقول يوم يقول وش انا الالفي عليه صح؟ اي يقول شقاب الربيع اللي يقول الشاعر ما عندي الا سيتي وحسناتي منقص على حسنها مثل شو يقول ولا ادري ولا زيد شو يقول عليك ما ادري وش يعني انه خايف يروح ها يقول ما عندي الا سيتي وحسناتي مدخر الباكر مدخر الباكر كود ما يدخر الذيب، الذيب وش يدخر من الاكل؟ ما يدخر شيء. شيء حق يومه بس ما ايه يدخر حق يومه يقول انا اخاف ان حسناتي مثل ما يجمع الذيب، وش انا مقدم لربي؟ اللي فيها امرض وطيب وبعدها امرض وطيب. ايه اللي يقول امرض وطيب وعقبه امرض ولا طيب. خلاني لساقه قل التفاتي قل الذهاب ولا بوجهي مع عزيب. اسمع ذهاب يعني الحسنات. سؤال الشيبان سبحان الله. يجيك على الفطرة، الفطرة هو تنبع من الإيمان. والله سبحانه وتعالى تجاوز عنهم سبحانه وتعالى لأنها كرمنا كرمنا علم نياته. الله هل؟ شيبت من شباننا جاه الشيخ وحدث بعض المشايخ اللي حدث يجيب لك بعض الترهيب وبعض والشيبان قلوبه مرخاف ما عنده تعلمت من الله سبحانه وتعالى. والشيبه أحيانا قد كان يحضر إلى قد الشيخ حدث وجاب الحديث اللي فيها الهول وفيها كذا وفيها. المهم انه حدث الشيخ قال جاب الحديث اللي على الصراط اللي تمشون على الصراط وفيها كلاليب من يمين ومن يسار وفيكم ناجي وفيكم كردس وفي ناس وفي من الملائكه اللي معهم كلاليب او يعني يمين الصراط ويساره كل يمر حسب ايه ومنهم ناجي ومنهم كردس ومنهم اللي يطيح من يمر بلمح البصر ومن يمر بالبرق. المهم انه يوم قالوا الملائكه والملائكه بعضهم ينهش هذا بعضهم ينهش هذا وبعضهم يطيح. الرجل الشيخ زمل من الكلام يوم قال هذا مناجي وهذا مكردس وهذا طايح وهذا يمشي وهذا يحبو وهذا قال ربي وين هو؟ وين ربي؟ يوم العرب حد يطيح وحد يقوم وحد وين ربي؟ لا على الفطرة الشيخ ضحك منه قال ربي موجود سبحانه وتعالى وابشر بالخير قام خذ شوي هذا عنده حسن ظن قام الشيبة بكى من الهول يوم لا طايح لا طايح ودام قاعد ينعت يقول ربي وين قال ابشر بالله سبحانه وتعالى على الفطرة قال الله موجود ان شاء الله انك تدخل رحمة الله هذا مثل ما قال حسن ظن في الله لا قصة العبد اللي يقول عبد زاهد طول حياته ها يعبد ويصلي ويصوم يعني ولا كان يعني يلهي شيء عن عبادة الله فلما أتى يوم القيامة قالوا هل تدخل بحسنات بأعمالك أم برحمة الله قال بل بأعمالي أنا صلاتي حياتي كلها صلاة وطلب إيه فوزنوا نعمة من النعم اللي أعطاها الله هي البصر البصر ها ف طاشت نعمة البصر نعم طاشت نعمة البصر على نعمة إيه فقال بل برحمة الله يعني مهما تعمل هذا ما تدخل هذا يوم يقول وين ربي سبحان الله متعلقن قلبه بالله والله ترى ما يخيب اللي متعلق فيه هذه من الإسرائيليات تتوقع يقول حدث بها الحرق يقولوا في عقد موسى كان في شخص يؤذي موسى توقع إني ذكرت البعض لكن
يؤذي موسى، يؤذي موسى هذا المرة الثانية والثالثة. وكان موسى كلم الله، يكلم الله قال يا ربي إن فلان يؤذيني. قال يا موسى إذا أذاك فأمر عليه ما شئت بأمر الله يهلك. راح موسى خلاص انتهى، ضايق موسى لآخر شيء. جي موسى عليه السلام لهم عارضة كعادته ويؤذيه ويسقط بالكلام. وقال موسى كذا من ما وصل له موسى من الضيقة يبغى أشد عذاب له. قال يا أرض ابلعي، ويتغوص به الأرض وهو يستنجد بموسى وهو يقول يا أرض ابلعي، وهو يستنجد ويقول يا أرض ابلعي حتى ابلعته كامل. كلم الله موسى وسأله عن الأمر، ماذا ما فعلت بذاك الرجل وهو أعلم سبحانه وتعالى. فقال أمرت عليه كذا وكذا. قال لقد رأيته يا موسى لو أنه قال يا الله لأنقذته منك يا موسى. لا الله، الله أكبر، الله أكبر. شو يهم يقول بر ربي، هذا يمشي بربي إن شاء الله. رحمة الله سبحانه وتعالى كبيرة. هبشرك ولا أقطع باقي، هبشرك إني راح يمشي بربي. شايف لما تروح الله اكبر، شوف هذا عنده ايمان. والله انا ليش الله اكبر المتوفي علمونا احنا كويس، هاي يبشر الرب ان شاء الله. شوف 27 في رمضان وقابلين الله يا رب الله يا رب. ها شوف ما طلع عليه احد، ما قال ملك، قال ربي. هذا هذا الاعرابي اللي جاء لاحد الائمه وقال من يدخل الناس او من يحاسب الناس يوم القيامه؟ قال الله سبحانه وتعالى قال نجونا وربك. الله اكبر نجونا الله اكبر. مع انه اعرابي يعني اقل تعليم تعلم شايف النعم. اشلون قال من يحاسب الناس؟ من يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال الله سبحانه وتعالى. الحبيب شبيب. قال نجونا ورب الكعبة. لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي. هذا والله الإيمان. احسن ظنك بالله تجوز بعض الناس اللي يذنب من الذنوب حتى لو أنها كبار، ها؟ خلاص قال الله أكبر. يا أخي احسن الظن. احسن الظن ناس ما بين كفر وإسلام يوم واحد توفى. شوف.